لسه. صباح النور حبيبتي، أهلا وسهلا بك، صباح الفل. الله يسعد صباحك، صباح النجاح والتميز دائما وأبدا. وبالتأكيد نواصل بالحديث عن بداية، ما هو مشروع زراعة نبتة التنين ولماذا هذه النبتة دون بقية النباتات أو الفواكه الأخرى؟ الصراحة فاكهة التنين هي فاكهة جديدة في الضفة، والفكرة يعني بدت عندي اني ازرعها، انه صار يعني زوجي سافر على الصين فرجع بحكي عن فاكهة طيبة وغريبة ما شافهاش هون وهيك، فبحثت عنها لقيت انها هي فاكهة التنين اللي وصفها حسب الوصف يعني. لقيت كمان انه بتنزرع في مناطقنا، يعني بتلائمها اجواء مناطقنا، وفي عليها اقبال عالمي، يعني مش بس انه يعني هي منتج صحيح جديد بس يعني علينا، بس انه في اقبال عالمي عليها، يعني كل العالم، اوروبا، اسيا، حتى في 48 برضه بيزرعوها بيصدروها. كمان لقيت انه ناجحه زراعتها في غزه من جديد، فبيئتنا احنا في قلقيليه في جيوس كثير مناسبه لزراعه النباتات الاستوائيه، مناسب الجو لها، هي نبته استوائيه طبعا. وبنخرج شوي عن الزراعات التقليدية اللي صارت بكثافة، يعني اللي نزرع بس دايما وخيار، خلينا نجدد اشي جديد وينزل على السوق منتج جديد فلسطيني يكون. الفكرة كانت نعم. طب شو البيئة والظروف اللي بحاجة إلى هذه النبتة لحتى بصراحة تنمو وتكبر وتثمر أيضا؟ طبعا هي من النباتات الشبه استوائية، يعني بدها حرارة، بدها درجات رطوبة، وهي يعني بيرفكت يعني عندنا هون في قلقيلية كثير. طبعا أنا رح أزرعها كمان تحت البيت البلاستيكي، بتعرف البيت البلاستيكي بيوفر درجات رطوبة عالية، بيوفر درجة حرارة ملائمة، وكمان شوي يعني بضل مستمر الدفع حتى في ظروف الشتاء اللي ممكن تكون في تقلبات موجودة، فلا احنا بنضل محافظين على نفس المستوى من درجات الحرارة المتوفرة. فهاي هي الظروف. طبعا كمان بيحتاج تربة خاصة، يعني انه مش تربة خاصة معينة، يعني بده اشي تصريف كويس للمي، بتعرف الصباريات كتير بتتأثر بالمية، ممكن تخمج تخرب تعفن، يعني من النباتات اللي بتتأثر بسوء التصريف. فأنا اجتني فكرة اني ازرعها في قصص خاصة، يعني وتربة مناسبة تكون انا يعني احطها لها التربة المناسبة، مشان ما اعانيش مع مشاكل التربة اللي عندي، يعني نعم. مش راح اضطر اقعد افحص حموضة وملوحة وتصريف وانها مناسبة ولا مش مناسبة. نعم. فيعني زرعتها ووفرت يعني وفرت لها الاجواء المناسبة. طبعا المشروع في بداياته، كونه يعني أثمر في مناطق اللي قريبة منا، فيعني إن شاء الله راح يكون يعني الإثمار موجود إن شاء الله. يعني هي بس في حدود من زراعتها بدها سنة تقريبا، يعني لا تثمر بدها سنة، لا إحنا نشوف ثمارها ما سنة لا نأكل. بس باش مهندسة، أحلام البعض ممكن بيسأل، طب هو شو خطر في بالها تزرع نبتة التنين؟ أي هو إحنا يعني بنعرف هاي النبتة عشان نزرعها، بس مع إنه عشان فرصة. طبعا هذا السؤال عشان شوي نركز على شو فائدة هذه النبتة، لأنه في دراسات طبية بتقول إنه تناول فاكهة التنين أو يمكن أن يساعد على السيطرة على مرض السكري، صحيح هذا الكلام؟ طبعا هي يعني لها فوائد كثيرة، يعني من لأنها بتتوفر فيها كثير أحماض أمينية، بتتوفر فيها بفيتامينات كثيرة، يعني هي زي أنواع الفاكهة الثانية، بس يعني لسه فيها كمان يعني فوائد أكثر. نعم نعم. من ناحية الأحماض الأمينية وهي الأشياء، بتعرف يعني مهمة في البناء العصبي وأشياء زي هيك، يعني لصحة البني آدم، مفيدة كمان للبشرة، حتى يعني في منهم يعني في بلاد ثانية يعني ممكن يستفيدوا منها حتى إنها للكريمات يعني. نعم. طب يعني واضح جدا انه فوائدها متعدده، ولكن باشمهندسه احلام، هو المشروع الاول هذا في الضفه، لانه سبق وكان هنالك تجربه سابقه في غزه ونجحت هذه التجربه، لكن من الداعمين لك في هذا المشروع بصراحه؟
طبعا انا لما اجت الفكره بدها تمويل اكيد يعني، والشيء مش موجود عندي، فكانت يعني الاغاثه الزراعيه طارحين يعني تمويل مشاريع رياديه. تقدمت لهم المشروع كفكره، وافقوا على الفكره. طبعا كان لسه بدنا نقدم يعني جدوى اقتصاديه ودراسه للموضوع. مسرعه المشاريع الزراعيه ساعدتنا في الموضوع، يعني اعطتنا دورات في هذا الحكي، وقدمنا كمشروع كامل متكامل بكل يعني بكل تفاصيله، من جدوى اقتصاديه ومن طريقه زراعه ويعني ابحاث كامله قدمناه للاغاثه الزراعيه. الاغاثه الزراعيه طبعا دعمتنا ماديا، يعني قدمت لنا الدعم المادي بالمساعدة، يعني بالتعاون مع أوكسفام. طبعا قاموا مشكورين كمان بمتابعتنا، يعني نعم. بس قدموا لنا دعم انه بس مادي وخلاص، قاموا كمان بمتابعتنا، يعني بضلوا يجوا زيارات يشوفوا شو ممكن في عنا نواقص، محتاجين معلومات ارشاد مثل هيك اشياء، وبتابعونا يعني للان، يعني بضلوا مستمرين. طبعا مشكورين، قدموا لنا يعني بقدر احكي كثير اشياء، يعني انه عندنا تقريبا حتى يعني بالدعم النفسي بتقدر يعني نعم نعم يعني انه يستمر الواحد. كل الاحترام بالتاكيد للاغاثه الزراعيه ايضا على دعمها لمثل هذه المشاريع صدقا، لكن في شيء ايضا هو لاول مره تحدث وتحصل. بالعادة باش مهندسة أحلام إحنا بنقطف الجوافة من الشجرة، وخاصة بتكون ماطر عليها، أو إنه بنقول يلا بدنا نلحق ناكل الجوافة ما هي مرة بهالسنة. بس أنت عملت شيء غريب وفكرتك رائعة جدا، لأنه في لها أهداف معينة. الجوافة بتنزرع في البيوت البلاستيكية؟ شوفي، هو يعني لما انت تعملي دراسه على النبات وتلاقي البيئه، يعني تعرفي البيئه المناسبه لهذا النبات، فانت بتعرفي وين تحطيه. يعني مثلا مش راح اجي احكي انا هون اجيب لوز واحطه، او خليني احكي مشمش واحطه تحت بيت بلاستيكي، بده برد ما بينفع، بده فتره اكثر في السكون. بس انا بحكي عن نبته استوائيه برضه اللي هي نبته الجوافه، فلما احطها انا تحت البيت البلاستيكي انا ما ابعدتها عن جوها، انا خليتها في اجواءها الاستوائيه، رطوبه ودرجات حراره. بالعكس حتى انا كمان يعني بوفر لها اياها على مدار العام، يعني كانها هي محطوطه في بلادها الاصليه. نعم. هلا الفكره انه انا بصير في عندي لما ازرعها تحت البيت البلاستيكي اني انا بقرب الموسم الخطاف تاعها، يعني هي بتصير تزهر ابدر، لانه بناء الاجواء ظلت مستمره معها، يعني الاجواء المناسبه ظلت ماشي معها، انه ما صار في عندها فتره سكون مثلا او ركود بسبب درجات الحراره المنخفضه. فبتضل تعطي صلوب خضراء، بتضل تعطي ازهار، طبعا تبع للتقليم، يعني التقليم المناسب بيساعد على هذا الحكي، فبتعطي انتاج مبكر. يعني اللي زرعتها السنه اعطتنا بشهر 6 تقريبا، يعني هيك بالامكان انه احنا نستفيد، او خلينا نقول ناكل من هذا الثمر اكثر من مره خلال السنه. بالضبط، لانه نعم. كمان بقدر اعطي كمان مره، يعني بصير عندي انه المره الاولى اللي هي بنحكي عنها مبكره، نعم مبكر عن الانتاج اللي برا الحمامات، ومره ثانيه ممكن تكون شوي يعني متاخره شوي عن الانتاج اللي برا. والطعم بيكون والجد يعني الجوافة اللي بتنزرع في الهواء الطلق على الأشجار بتكون معرضة ل يعني خلينا نقول بالضبط، حتى بجوز يعني تكون بيرفكت أكثر، يعني تكون إنها الطعم ممتاز أكثر، لأنه بتعرف البيت البلاستيكي بيوفر كمان حماية من الحشرات، يعني أنا برا مضطر ارش اكثر من مره لدببت الفاكهه. نعم نعم. والحشرات الثانيه الربير، اي شيء ممكن ياثر على الفاكهه خاصه في مرحله النضج. عندي مثلا ممكن توصل لمراحل استواء ممتازه وما يكون في اي حشرات مأثره عليها، يعني نعم نحل دبابير اي شيء ممكن، يعني هذا من الامراض الامراض والحشرات. فبتضل انه النوعيه ممتازه، طبعا ما بضطر استخدم مبيدات حشريه كثيره، يعني فبتضل انها يعني اورجانيك اكثر، انه
فترة الأمان بقدر أتحكم فيها، يعني إنه يعني مش مضطرة مثلا، يعني بعض الفلاحين مثلا بيرشوا عشان السعر مضطر إنه يقطفها بدري، ففترة الأمان مش ما بلتزم فيها مثلا. لا أنا مش مضطر لهذا الحكي لأني أنا ضابط الجودة. نعم اجمالا نعم اجمالا يعني واضح جدا ان هنالك دراسه عميقه لطبيعه هذه المشاريع، ما بين الرغبه، ما بين المقدره، ما بين ايضا الكفاءه في انجاز مثل هذه المشاريع. نتمنى لك كل والتمجز البش. مهندسة أحلام صالح، مهندسة زراعية في الإنتاج النباتي، بالتأكيد قامت بزراعة نبتة التنين أو البتادة، وهو المشروع الأول في الضفة الغربية في بلدة جديوس كمشروع ريادي، وبالتأكيد دائما إن شاء الله نواصل الحديث والاطلاع على التطورات المتعلقة وهذه المنتجات.